ابيعه نفسي. سؤال مجاز عقد على طول يبقى مهرجان على طول. لا لا احنا ضد المهرجانات دي تماما. هو الحمد لله هي هتنتهي. هتنتهي يعني. يعني ايه تجيب ورقه تصبح حمراء تطلع قدام تبقى مدام ولا ما اعرفش تبقى ايه؟ بس هقول لك على حاجه بصراحه. طيب يا جماعه اي كلام اللي انت بتقوله انا بره. انا اقول لك على حاجه. مش كل حاجه بتتسمع وعليها اقبال فهي بتكون ذوق والناس بتسمعها وبتروح وراها. بقى ذوق. حلو قوي. اجيبها لك من الخلاصه عشان احنا في خلاصه الكلام يعني. يلا بينا. صاحبتك ولا خطيبتك ولا بنتك ولا مراتك لما تمشي في الشارع واحد مش هقول شغلانه يعني ايا كان واحد مدمن الاغاني دي هيتعامل معاها ازاي؟ هيجيب ورا يصبح مره هيجيب قدام فانت هتروح تنام بقى في البيت. لا خليني انا اقولها لك تاني. لو انت هتتكلم على الاسفاف فاحنا ممكن نقفل التلفزيون في قنوات كتير قوي بتقدم اسفاف في افلام أكيد. واغاني أكيد. انت بتقول على مطربيها فنانين كبار بس للاسف الشديد هم بيطلعوا عاري. المفروض اصلا ان انا اقلب واعمل زابنج على طول التلفزيون. انا برضو مش هدافع عن المهرجانات بس اقول لك حاجه. زمان لما عدويه غنى كانت الدنيا مقلوبه يعني قالوا ايه عدويه ايه اللون اللي بيغني معلش الفاظ خارجه معلش بس ما كان غنى الساح ندح بو ما كانش حد يعني ايه الساح ندح بو طفل بتدلع ابنك معلش ما كانش برضه يا سلام ده انت عرفتها بعد كده بس بعد كده بقت موجوده كل واحد احنا إمبو. زي الايدين كل واحد ليه حاجه زي الصباع كده ده مختلف عن ده فكل واحد ليه ذوق وكل واحد ليه طبيعه. صدقني المهرجان يعني انا مش بدافع على فكره عن المهرجانات بس انا بتكلم عموما يعني دي من ضمن مش عايز اخش في السياسه بس دي مشكله حصلت لنا بعد ثوره يناير يعني فاهم فدي من مساوئ ثوره يناير بس انا غلطان اني سالت السؤال ده ولكن يعني انا ممكن نتكلم عادي مفيش مشكله طبيعي والحمد لله هتنتهي ان شاء الله باذن الله.